ورجعنا لكم مشاهدينا مره تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل حطينا الممبار يتسلق، الريحه طبعا حلوه جدا، وده علشان احنا عملنا في الشوربه منكهات اللطيفه جدا، في ورق لورا والجزر والبصل والكرفس والحبهان والمستكه. الدنيا لطيفه جدا وريحته حلوه قوي، كاننا بنسلق حمام بالظبط. طيب عندنا دلوقتي بقى الكبده البانيه اللي بالرده، هنعملها بالرده مش هعملها بيض وبقسماط، في ناس تحب تعملها بالبيض وبقسماط، انا هعملها بالرده التقليديه. ونشوف كده مقاديرها، هي بسيطة ولطيفة لكن سهلة برضو في عمايلها. خلينا نقول عندي كبدة، كيلو من الكبدة الفيليه متقطعة يعني شرايح قد كف الإيد كده لطيفة، مش عايزاها تخينة قوي، أنا عايزاها برضو تبقى وسط عشان تستوي على طول، مجرد ما بتنزل في الزيت تستوي معايا. طيب عندي فلفل رومي متقطع صغير، وعندي قرنين فلفل حار للي بيحب الشطشطة، ممكن نخليه قرن واحد، لو مش حابين خالص بلاش، نكتفي بالفلفل الرومي فقط. عندي ملح وفلفل وكمون وخل وعصير ليمون وزيت للقلي. تاني الكبدة البانيه بالردة، كيلو من الكبدة البانيه اللي هي عبارة عن شرايح من الكبدة، عندي فلفل رومي وعندي قرنين فلفل حار، وده اختياري بس هي طبعا بتدي طعم لطيف. عندي ملح وفلفل وكمون وخل وعصير ليمون وزيت للقلي، دي الكبدة البانيه. يعني أنا هاخد الحاجات اللطيفة بتاعتها دي واضربها في الكبه مع بعض، تبقى كده خليط يعني ايه ظريف، واتبل فيه الكبده. يفضل ان هي لما تتبل تبقى قبلها مثلا بحوالي نص ساعه ساعه ماكسيمم، لحد ما يتغير لون الكبده ده. بصي الكبده بلدي وجميله ازاي، يتغير لونها وتبقى تاخد اللون الغامق شويه علشان نشتغل فيها، تبقى شربت من التتبيله كويس ونقدر نستطعم الطعم بتاعها. وطبعا الرده، الرده دي هنلاقيها يا اما عند المخبز بتاع العيش البلدي، او بتتباع اكياس في السوبر ماركت، او من عند العطار، يعني الاسهل لحضراتكم تتعامل فيه دي الرده. خلاص طيب نبدا نعمل ايه، نقول بسم الله، وهبدا اتبل بقى الكبده كده في بوله صغيره لطيفه هنا كده. بسم الله هبدا بقى اخد الجلافز كده، احنا متفقين. طيب لو كبده جملي، عشان في ناس اصدقائنا سالوني الكبده الجملي لو حابه تنزليها بقى في شويه ميه وميه سخنه وعصير ليمون او خل، تنزيله وتاخديها كده زي ما بيقولوا بالانشي نازله وطالعه كده، اوكي. لكن في الكبده البلدي دي لا، طالما طازه وفريش ولسه مذبوحه ولسه طازه وانا واخداها من عند الراجل، خلاص انا ما بنزلهاش في الخل. مش عارفه انتوا يعني، في ناس بتبقى خايفه منها، بس انا طالما واثقه. بصوا الكبده حلوه جدا، انا بحب الكبده جدا، وطبعا دي اي حد عنده انيميا، اي الكبده دايما يقول لك اساسيات الانيميا. بصوا شرايح الكبده ما بغسلهاش، مش هغسلها، انا هتبلها زي ما هي لان هي بصراحه طازه وفريش. خلاص فانا هاخد الاول الخليط ده، بسم الله، هحط الاول معلقه الخل وعصير الليمون، وادي الكمون، الفلفل الحار، وادي الفلفل الرومي. ممكن اخلط كل ده في الكبه برضو انعمه تاني، بس انا مش هعمل كده لان كده كده انا هنزل التتبيله دي من عليها، مش هينفع احمرها بيها، لازم اتخلص منها، فمش فارق معايا طالما متقطعه صغير كده. خلاص هحط بس رشه من الملح والفلفل، بسم الله، شويه ملح وشويه فلفل، وانا هحط بصراحه رشه من القرفه، ودي اختياري، بس القرفه بتدي نكهه رائعه، بتشيل الزفاره، ورشه من البهارات بس. هقلب بقى الخليط ده كده، طبعا في توم ما تقلقوش، خليني بس اشوف اهو برطمان الثوم، في معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلش يا ولاد زودوها بعد اذنكم في المقادير، معلقه كبيره ثوم مفروم بعد اذنكم، يبقى ثوم مفروم، خل، عصير ليمون، ملح وفلفل وبهارات وكمون، رشه من القرفه، فلفل رومي، فلفل حامي. هنزل بقى التتبيله دي هنا كده، يفضل تتنقع قبلها بشويه، ريحتها روعه. حطيت رشه من القرفه
بصوا يتغير بقى لون الكبده ازاي اول ما تنزل بقى فيه. ننزل تاني بالكبده اهي يا اولاد، كيلو من الكبده الشرايح، فلفل رومي، معلقه ثوم مفروم، 2 قرن فلفل حار، كمون وملح وفلفل، خل وعصير ليمون ورشه قرفه، اكتبوها بعد اذنكم. اختياري بتدي طعم حلو قوي للكبده. بصوا بقى الكبده اهي، ادي الكبده البانيل هنعملها بالرد. اقفلها كده، ريحتها رائعه. بصوا بقى لونها اتغير، يا سلام لو سبتها في التتبيله دي شويه مثلا في الثلاجه كده. رشه قرفه، ايوه رشه قرفه، ودي اختياري. تمام، بصوا بقى الكبده لونها اتغير ازاي عشان العصير او الليمون والخل اللي نزلت فيه اهو. غير بقى الجلاف، يبقى احنا حطينا ملح وفلفل. معانا مين؟ معانا التليفون؟ اوكي، معانا ملح، فلفل، كمون، رشه بهارات، حطيت رشه من القرفه، حطيت فلفل رومي، معلقه كبيره من الثوم، فلفل حار، وقلبت كل الخليط مع بعضه مع عصير الليمون، واهو اتغير لون الكبده. هسيبها كده شويه. تعالوا بقى نجيب هنا ايه الرده. بسم الله، حط كده الرده هنا. انا هنا عندي زيت على النار، اجرب بس اسخن كده الزيت شويه، لازم يبقى الزيت حامي، مش عايزه حامي قوي علشان حاجه، عشان لما انزلها ما تاخدش لون من بره دهبي فجاه وتبقى من جوه ما استوتش، فانا عايزاها تبقى يعني لطيفه. ادي بقى الكبده جنبي هنا، حطيت ملح وفلفل، خل، عصير ليمون، فلفل اخضر رومي وفلفل حار، حطيت كمان اهو. بسم الله، نزلها كده اهو. ها الممبار عندي هنا بيتسلق في البوكيه جارنيه كده. ممكن اعمل الكبده دي مشويه؟ ممكن اعملها مشويه. هزود لها بس لو عندي الخل البلسمك معلقه واحده، لو هشوي بيدي طعم رائع ونكهه جميله، بس لو حطيت خل بلسمك مش هحط خل ابيض، هحط عصير ليمون معاه، حط ثوم وملح وفلفل وبهارات وجوز الطيب ورشه من القرفه، وهتبل الكبده بتاعتي، وبعدين انزلها فين؟ على الشوايه، احط عليها رشه من زيت الزيتون وانزلها على الشوايه تتشوي. اخد كده شريحه كمان حلوه دي. اهم حاجه ان الكبده ما تكونش شرايح عريضه علشان ايه؟ تستوي بسرعه. الكبده الجملي بتختلف، سواها بيختلف طبعا، فانا شايفه ان الكبده الجملي لازم تنزل في ميه سخنه مغليه مع عصير ليمون او مع معلقه خل، وبعدين اطلعها في ثانيه بلانشي تنزل تطلع في لحظه، هيتغير لونها لكن هيفرق معاها قوي. وبعدين نعملها بقى بالطريقه اللي تعجب حضراتكم. عايزين تعملوها بقى على الطاسه، تعملوها في الفرن، بس هي عموما بتحتاج شويه تسويه حتى لو عايزين تدخلوها فرن، عشان هي بتاخد تسويه صغيره، ده لو الجملي الصغير يعني. طيب عندي كده الممبار بقى، واحنا اثناء ما بنسلق لقينا الميه قلت، عندي الكاتل شغاله في المطبخ الميه سخنه فيها، هبدا انزل بالميه السخنه من الكاتل على الايه الحل. هيا شموسه، ايه الاخبار؟ ارجو انك تبقي معايا على اللاين. اوكي يلا احنا بنكتب عشان ايه ننزل بالمقادير. اوكي، من غير ما تقول يا حسين يا حسين. من احلى افلام زمان والله فيلم الحفيد، انا بعشقه بعشقه الفيلم ده والله بجد. فيلم الحفيد مش ممكن غير عادي. طبعا ام العروسه في الاساس مفيش حد يعني، ربنا يرحمه الاستاذ عبد المنعم مدبولي، الاستاذ فؤاد المهندس الله يرحمهم يا رب. ايه ده فعلا الالقاب دي مش هباء كده، حقيقي يعني. كده الكبده هبدا اجمع كده كام واحده، وبعدين احمر علشان ايه زي ما اتفقنا الرده دي موجوده. يا اما هنجيبها من فرن مخبز عيش بلدي، يا اما هنجيبها من عند العطار لو موجود عنده، في ساعات بيبيعوها او بتتباع اكياس، بس انا افضل اجيبها من عند مخبز احسن انه بيستخدمها على طول.
بسم الله اهي، مش هنقعها في التتبيله قوي، انا مش عايزه التتبيله دي تقعد فيها كتير الكبده لان هي فيها ليمون وفيها خل، مش عايزاها تتهري، انا عايزاها يا دوب بس تاخد الطعم يعني تشرب بس طعم المكونات الحلوه دي. طيب اكبس بس كويس كده عشان ما يطلعش منها الايه، اني اجرب بشويه رده كده كده. كده نعمل كده بطت كده حلو. بعدين كده خليني بقى ايه، افلام العيد الكبير، في افلام او ايه الافلام الحلوه اللي كانت بتيجي في العيد الكبير؟ في افلام رائعه طبعا، الايدي الناعمه بعشقه، الشموع السوداء، الافلام انا ما بتفرجش في بيتنا غير على الافلام الابيض واسود والكرتون، يعني اكيد كل من عنده اطفال يعني هو لازم يتفرج على الكرتون، يعني حتى لو هو مش حابب يتفرج هو لازم يتفرج، لازم يشارك يعني لازم. كل الشخصيات طبعا اكيد بتشتروها، كل الشخصيات اكيد عرفتوها. خليني اقول لجانا جوجو، يا جوجو انت لو شايفاني دلوقتي يا جوجو انا بحبك قوي، وميرسي لماما على كلامها الجميل، ويا جوجو انا كمان بحبك زي ما انت بتحبين. خليني من خلال برضو البرنامج اشكر كل القائمين على قناة المحور، شكرا جزيلا لتفهمهم اي حاجة بتحدث. الحقيقة في الشغل بيحصل حاجات كتير جدا، الا ان الواحد ما بيشعرش حقيقي انه بيعاني، ودي اهم حاجة. فانا بشكرهم بجد على الشاشة يعني من خلال برنامجي وحضراتكم شاهدين على ده، بجد بشكرهم جدا، شكر خاص ليهم كل الكرو اللي معايا، ربنا يكرمهم ويبارك لهم لانهم من الناس المحترمه. طول ما في تفاهم بين الناس، ده اللي دايما اقوله، طول ما في احترام بين الناس الدنيا بتبقى لطيفه جدا. كل ما كل واحد عامل شغله كما يجب اعتقد حتى بيبقى ضميره مرتاح، ما بيبقاش يعني متضايق. فدي من الحاجات الجميله اللي انا لمستها فعلا، كل مكان الواحد بيروحه بيلاقي فيه مميزات وبيلاقي فيه عيوب، كلنا كده فينا مميزات وفينا عيوب، الا ان الواحد لما بيلاقي مميزات معينه كده فيه في ساعات بتلمس الواحد، يعني العلاقات الانسانيه، التعاملات، انا ممكن اكون حابه شخص بس تعاملاته سيئه جدا، والعكس صحيح، ممكن اكون شخص ما اعرفوش خالص بس تعاملاته كويسه جدا، فيجبرني ان انا اتعامل معاه وان انا احبه، فهي دي البوينت. فبشكر حضراتكم جدا على كلامكم الرائع اللي بيجيلي على الصفحه، تطبيقاتكم مش ناسيها مجمعاها كلها ما تقلقوش، وهيبقى في مفاجاه لطيفه ان شاء الله علشان يعني تشاهدوها، وعلشان ايه نجمعها خليها مفاجاه مش هقول. خليني الاول كده ايه اقول الكبده، انا الزيت سخن جربته اهو، مش عايزاه يسخن اكتر من كده، خليني اقول بسم الله وهنزل الكبده تتحمر، وممكن بقى نطلع فاصل بس نشوف الكبده، نشوف الكبده، تعالي نشوف الكبده هم عايزين يشوفوا الكبده. بسم الله، ادي الكبده، وبعدين بسم الله كده، وبعد ما ننزل الكبده ونبدا بقى نجهز طبقنا نطلع الفصل. قولوا لي زي ما انتوا عايزين، الوقت اللي انتوا عايزينه قولوا لي. اوكي، لا ده انتوا داخلين على طمع يا ولاد، يعني انتوا قلتوا لي الكبده تنزل الاول، وبعدين قلتوا لي دلوقتي تطلع من الطبق، ماشي ناقص تقولي لما ناكلها. طيب من عينيا الاثنين بس كده، خليني بس اجيب الكبده من بره النهارده. طيب اخد كده ايه الملقط ولا يهمل، ممكن اخد دي، عايزه بس احمر كده، اخد برده شوك اقلب بيها على خفيف. بسم الله، بصوا انا مش عايزاها يعني اسيبها وقت طويل، تقرمش، حاضر تقمر يا فندم، نزود شويه نقرمشها كده، واجهز بس الطبق، خليني اجهز طبق هنا. بسم الله، ممكن بقى ايه نخلي دي هنا كده في جنب، واشيل بقى البوله دي خلاص، واخد ده انضف مكاني كده عشان الدنيا تبقى لطيفه. بسم الله، وبعدين ننشف بقى الطبق الحلو ده، نحط فيه بقى فرشه لطيفه كده من البقدونس، نطلع عليها الايه اهم الخضره الجميله دي. بسم الله، ونبدا بقى نجمل الحركات بتاعتنا.
تطلع عليها الكبده الحلوه. بسم الله. الخضره دي جميله جميله جميله، ويا ريت حضراتكم مع اي سلطه، مش بس السلطه البلدي يعني، اي نوع سلطه بتحبوه يا ريت ندخل الخضره للولاد، يعني شبت وبقدونس وكزبره، دول بقدونس ده مهم جدا، الحاجات دي مهمه جدا، فيا ريت نستغلها. ناخد بس الشوكه دي. بسم الله كده. الزيت لازم يكون حار اهي. يفضل بقى لو احنا حابين يعني تثبت عليها، انا اتفقت معاكم اي حاجه باني اي حاجه رده خلينا نسقعها شويه، تسقع شويه، بس انا هنا طبعا لازم اطلع الحاجه عشان حضراتكم برده تشوفوا. المهم ان انتوا في البيت عندكم وقتكم انكم تسيبوها في التتبيله حوالي ربع ساعه تلت ساعه، وان احنا نسيبها تسقع وهي كده وهي كده. بصوا لو سقعت شويه بس ومسكت نفسها تبقى الكوتنج اللي عليها ده او التغليفه اللي عليها دي تمسك. طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل، انا بستكمل مع حضراتكم التحمير ومنتظره حضراتكم بعد الفاصل.